السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم أخواتي جميعا. اليوم إن شاء الله راح نعملو باترون لهذا لافيست، راح نعملو انفيست. اليوم إن شاء الله راح نعملو الباترون. الفيديو القادم إن شاء الله نعملو طريقة وضع الباترون على القماش وخياطة وكل شيء. نبدأ مباشرة بإذن الله باش ما نضيعوش الوقت. نبدأ أولا نرفعوا مقاساتنا ورجعوا الفيديو المقاسات وتشوفوا الطريقة اللي نرفعوا بها المقاسات ونعملوا. أول أنا فقط لما رفعت المقاسات تاعي راح نقول لكم واش هما باش تعرفوا واش راني نخدم. عندي الكتف 38، عندي الصدر 94، زائد في دوران الصدر نزيدوا 8 سنتيمتر. في الخصر عندي 82 زيدوا 4، هي في القاعدة نزيدوا 3 سنتيمتر، أنا زدت 4 مباشرة. في الورك 107 زدنا 4 سنتيمتر. نقوم بالتقسيمات تاعنا، تقسيم 2 تقسيم 2، تسمى نقسموا على 4 لأنه نخدموا على الربع. أنا اللي هنا في الصدر نحصلوا على 25.5، راح ندوك نشوفوا 25.5 هذه كيفاه نخدموا بها. في الخصر عندنا 21.5، في الورك عندنا 27.75، أنا نرجح مباشرة 28. عندنا طول الصدر 42 وطول الظهر 40، يعني ما رفعتش المقاس، الظهر 40. نبدأ. أنا جبت ورقة كبيرة لأني حابة نخدم لكم الأمام والخلف مع بعضهم باه من بعد نقارنو. اخواتي ملاحظه برك، هذا مش الكورساج الاساسي، هذا راهو البسيط، لكن دخلت عليه انا نخدم هكا، نخدم بالطريقه هذه لانه الكورساج الاساسي نوعا ما متعب تاع وحده مشات كثير في الخياطه. هذا حبيت نوريه لكم ومرحله مرحله الى ان نوصلوا للاساسي، لكن هذا راح نشوفوا كي نخدموا ونفصلوا عليه ونشوفوا النتيجه، شوفوا النتيجه اللي يعطيها لنا مليح. نبداو. انا اول حاجه تاعي واش نجي نعمل كالعاده، نجي منا مثلا نخلي 2 ولا 3 سنتيمتر ونبدا العمل. نقيس الظهر الصدر، راح نبداو الامام اليوم اولا، هذا الصدر. نجي لهنا نرسم خط هكا وكملوا ونكمل لاني راح نخدم امام وخلف هكذا. انا هذا الخط اللي رسمته راهو خسر. نعين لهنا قلنا 42، راني عينت 42، منا اتركوا شويه بما اني في الامام، نتركوا شويه على الاقل، مثلا نشوف واش نترك مثلا 8 سنتيمتر باه يكفيني الباقي. هاني تركت 8 ونبدا العمل. هذه خلينا الان ما نحتاجوهاش نهائيا. ها نرسم الخط الاعلى، هو خط الرقبة. نجي الرقبة نديو الخمس. الخمس انا عندي 36 تقسيم 5 تعطيني 7، راح نديها 7 تماما. ها هي 7 وننزل ب7. احنا قلنا لما نكونوا حابين نعملوا كول ودائما ننزلوا ب7 ومن بعد تتم التعديلات. عندي الكتف عندنا فيه 18، يعني 19 نحدد نقطة الكتف اللي هنا، ها هي، لكن انزل منها ب3 سنتيمتر. ها الان نجي انا نقسم هذه المنطقة كاملة، نقسمها الى النصف 21. ها قلت لكم في القاعدة انا درست على طريقة معينة نتبعها في كل شيء، في كل شيء، في انجاز الكول، في الكم، فذاك ما نحبش نروح من ومن، لكن نتوما شوفوا القواعد كل اللي تناسبكم تبعوها. القاعدة تقول ندي النص، لكن النص هذا ننزل منه بواحد، انا بالتجريب لقيت واحد قليل وليت ننزل 2،
ها ننزل اثنين، وبالتالي هذا هو الخط اللي راح نرسم عليه، نعين عليه دوران الصدى. الان اخواتي ركزوا من فضلكم، انا دوران الصدر قلت لكم انه الربع بعد الزيادات وكل شيء 25.5، احنا واش راح نديو؟ راح نديو 26.5. لا من هذاك السنتيمتر نحيناه من الخلف، دوك في الخلف نديو 24.5. هذه لازم اخواتي في لي روب دو سواري، في لي فيست، لي مونطو، لازم الامام يكون اكبر من الخلف. احنا يا متعودين، لانه جميع الاشياء اللي خدمناهم اما حجاب عريض اما مثلا فستان، ما نتبعوش هاد الطرق في الاشياء العريضه، لكن في لي فيست لازمنا نعملو هكذا. ديت لهنا 26.5، هذا راني في الصدر. الان واش نجي نعمل؟ هذه لهنا نقسم هذا الجزء من السبعة هذه اللي نزلتها، ركزوا برك دوك تفهموا اخوات، من السبعة هذه اللي نزلتها حتى لهنا نقسمها الى ثلاث اجزاء متساوية. في الجزء الاول واش ندي؟ ندي عرض الصدر، واللي ما عمل اذا اخواتي قلت اني نجي لهنا ونحدد عرض الصدر. عرض الصدر عندنا كم في المقاس؟ عندنا تقريبا 17، احنا نديو نصه تقريبا 17 ونرسم الدوران. ها الان تعينوا عندي النقاط الثلاثة لدوران الكم، هذا هما يكونوا هكذا، هاكي الكم تاعي يكون هكذا. الان نجي لهنا في الخصر ونحدو ربع دوران الخصر. ربع دوران الخصر كم عندنا؟ عندنا 21.5، راح ندي 22.5. 22.5 لماذا؟ لاني فيما بعد الخلف راح نعملها 20.5، لكن 22.5 هذه واش راح نعمل؟ راح اضيف لها نضيف لها 3 سنتيمتر للبانس، ولا 2 سنتيمتر، هذه ترجع لكم انتوما. اضيف 2 فقط واوصل النقاط. لهنا عندنا منطقة بين النهدين 10، ها هي 20، ندي نصفها 10، نجي لهنا ونحدد الباس تاعي. لهنا الباس كيفاه نحدوها؟ هنا الباس ضرورية بما انه نخدمو بفلافيس، لازمنا نكونو دقيقين. احنا عندنا لهنا نجيو لهنا نقيسوا هذه المسافه من راس الكتف، من راس الكتف هكا، من راس الكتف الى اعلى الصدر، هذا نسميوه علو الصدر. لهنا احنا عاده نلقاوها بين 27 الى غايه 30، لهنا احنا عندنا 30، عفوا عندنا 28، انا نجي منا ونقيس 28، هاي 28. لهنا تتوقف البانسة تاعي، لهنا لازم نوقف البانس ومن بعد نعمل حاجة أخرى. نعملو لي بانس تاعنا، هنا قبل ما نكمل البانس نروح نحدد دوران الورك. دوران الورك على بعد 20 سنتيمتر، ها دوران الورك عندنا ربعه قلنا 28، لا ربعه 27، نديو 27، نديو 28 للامام وفيما بعد نديو 26 للخلف. تسمى جميع الدورانات نحيو منها نحيو سنتي للخلف ونضيفوه للامام، هذه هي. الان البانسه تاعي لهنا تاع الخلف، عفوا اللي في الاسفل، نديرها على بعد 4 سنتيمتر مثلا من خط الورك. انا بما انه عندي بروز للصدر واش راح نعمل؟ راح نعملها بالطريقه هذه، ها باش تكون البانسه موجوده لكن ما تديليش كثير من القماش. ها راكم تشوفوا
هيه راهي باينه في الصوره. نعملها بالطريقه هذه باه ما تديليش كثير القماش وفي نفس الوقت تكون موجوده. هنا تقريبا رانا انهينا. راح نزيد انا تحت خط الورك نزيد تقريبا 10 سنتيمتر باش تكون لافيست نوعا ما طويله، وننزل بها هكا خط مستقيم لاني مانيش راح نعمل اضافات كثيره. هنا القصه تاعي تنزل لي مستقيم منا، تحبوا نجيو ننزلوا بها منا لاكوب تاعنا ننزلوا بها منا، تحبوا ننزلوا بها منا. انا الحقيقه نزلت ما قررتش كفاها ننزل بها، يمكن ننزل بها من لكن في منطقه علويه تجيني هكا هكذا بالطريقه هذه. الان رانا تقريبا انهينا. انا عندي ازرار بالنسبه للازرار قلت انه راح نزيدو 2 سنتيمتر فقط. ها هو خط 2 سنتيمتر اللي هنا مثلا انا حيكون اعلى زر عندي البوطون الاول تاعي راح يكون لهنا بين منطقه الخصر والصدر، هذه لكم كامل اختيار نتوما وين تعينوا. راح الان نجي نعمل هكا ونعمل الكور، هذا اذا كنت حابه نعمل الكور، وحتى لهنا في هذا المكان الكور لكم كامل الاختيار فيه وين تحبوا تحطوه تحطوه. لهنا نخرج بعلامه سبعه من هذه السبعه نخرج هكا، نحب نعملو هكا، نحب نزيد هذا الكامل يبقى داخل في الموديل، المهم انا نحدو لهنا. لكن انا لافيس تاعي اصلا يمكن مانيش حنعملها كول، راح مؤقتا نخليوها هكا ومن بعد نشوفو. نروح الان للجزء هكا الجزء الامامي رانا انهينا كل ما فيه، نروح الان للجزء الخلفي.